يغرك الرايق مضايق جاي المكتب متأخر يحسب نفسه المدير خلي في ايدك التأخير وراك معاملات كثير قاعدة تكثر أكثر 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 الملفات الرايق صار مستفز شال أغراضه قام وهج مو مصدق وش اللي صاير صار يحوم ولف وحاير مو مصدق وش اللي صاير تبدأ يومها باليوغا الصباحية نباتية ملتزمة بالوجبات الصحية دايما تنصح صحباتها يجربوا التمارين زاد إصرارها الصديقات اللي مو متقبلين رجعت تنصحهم ثاني وتوريهم النتيجة طفشوا منها صحباتها راحوا خلوها وحيدة وتبدأ تهج جاكم مطعس 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 في الطيوس يحط العات البر والفرة في كل الطقوس عمره ما ترى مغرس شديد في الرمال كفو ولا يهابوا عن ألف رجال جاء الليل بريف يتغير حاله لو كان معه أحد ولا الحالة ثم هج مو مصدق وش اللي صاير صار يحوم ولف وحاير مو عارف إيش اللي صاير مشهورة وكيوت دايم مع المتابعين جاتها دعوة على حفلة لازم تجهز الحين وصل السواق بعد سيلفي ورا سيلفي للناس على الحفلة هناك قاعدين ينتظروها الفاز وصلت وشافت الزحمة وبقت هي في الأخير مو بس هي مشهورة في المشاهير كثير وضعه ميؤوس كأنه قلبه عليها الدنيا ولا طالع شي منه راح لأضهي بالأجواء العليلة وهو سارع يفكر قلومي ثاني يجيله صار مبسوط يقلي مثل عادي يشكيله هو قاعد يحكيله يجي الطير ويشيله مو عارف ايش اللي صاير نقاها سوا في امباير مو عارف ايش اللي صاير نقاها سوا في امباير مو عارف ايش اللي صاير نقاها سوا في امباير مو عارف ايش اللي صاير نقاها سوا في امباير